معنى انه شركه اي سي ميديا عرضت عليك انك تقدم جزء ثاني من حريم طارق برمضان اللي جاي، برايك بيحمل جزء ثاني وشو ردك على العرض؟ والله هو عرض جميل، اي سي ميديا وعدسه الخليج هم يمكن كانوا شركتين منتجات للعمل وقاعدين بالعكس يعني للحين قاعدين ناخذ ونعطي مع الاخوان، ويمكن هم هذا اشكرهم على انهم بيسوون جزء ثاني. حتى انا كان وجهه نظري خلينا ننجح العمل، انا دائما اقول اعول على نجاح العمل نسوي اجزاء يعني مثل الفلتة اعمال ثلاث اجزاء، فوقت ما ينجح العمل نفكر ان نعمل جزء ثاني ونفكر بشيء احلى. يعني في اعمال ممكن تسوي جزء ثاني منها تطيح لذه الاولي. صحيح صحيح. طب طارق انا عايز اسالك، شفت طبعا الاعمال الخليجيه الموسم ده، شفت حاجه ولا لا؟ دي اول حاجه. وعايز اسالك كمان لو شفت رايك عن الكلام اللي اتقال ان هدى حسين اتصدرت مشهد الدراما الخليجيه، وان المسلسل رسم شكل جديد للجرأة نوعا ما من خلال مسلسل من شارع الهرم الى، رايك ايه في الكلام ده؟ شوف، يظل عمل درامي اهنيهم على نجاحه. نعم نختلف بعض الحوارات، وانا تكلمت حتى مع الاستاذه هبه حماده مؤلفه العمل وكان لها وجهه نظر وتناقشنا، لكن اليوم انت اسم كبير مثل الفنانه القديره هدى حسين عرفت كيف تدير هذا العمل بادائها، ايضا المجموعه اللي معاها. قد انا اختلف بعض الحوارات كانت شويه صعبه علينا كخليجيين تنقال، يعني اليوم في فيلم كان مثلا حتى عرب ساعات في اعمال تكون فيها جرأه بس صعبه ان نتقبلها بسهوله، خصوصا اليوم انت تتكلم على وضع مثلا كثير من زعل قال يعني هذا وضع شان كويتي، يعني مو شان مثلا مفتوح عمل مفتوح خليجي او عربي، لا شان كانه لانه في مثلا اعمال، بس كقصه كاحداث كهذا لا الله يعطيهم العافيه والنجاح. انا مثل ما قلت هنيتهم على العمل الاستاذ هدى، لكن يظل لنا تحفظ على اشياء اليوم احنا ممكن مستقبلا استاذ هدى هبه حماده تتناولها كافضل، خصوصا الحوار جرأة الحوار هذا شويه احنا مو متعودين على سماع مثل هالنوع من الحوارات او المشاهد، قد تكون يعني يا ريت مثلا ما انحطت، يعني ما راح تقلل من العمل نفسه، لكن هم اجتهدوا وتحملوا ايضا يعني حتى على يمكن النغط اللي صار، لكن يظلون انهم اجتهدوا ويعطيهم العافيه ونجحوا نجاح جميل. اتمنى مستقبلا ان مثل هالحوارات حتى الفنان ممكن يناقش المؤلف فيه ويتخطى هذا عشان لا يصير عنده، لكن هم سوقوا له حلو يعني والعمل حلو يعني كأحداث. طيب طارق قبل ما نخلص، يعني انا بعرف بالحديث عن هدى حسين طبعا انت دفعت عنه والله ما بيسمع منك، بس انه الحق اسالك هالسؤال.